مواطن، وإلا توجد أحزاب عريقة يعني أكثر من 60-70 سنة عمرها، وبالتالي نشوفها ما تقدر تسوي شيء على أرض الواقع صراحة. اليوم مو المسألة أنه بالتسميات هذا حزب ناشئ، هاي حركة ناشئة، هذا حزب قديم، هذا حزب هالقد عمره، هاي حركة لا، اليوم إحنا بالناتج، الناتج اليوم هذا اللي يهمنا. اليوم إيش راح تقدم لنا الحركة وهذا الحزب؟ هل فعلا بمعية أو في برنامج الحركة أو الحزب بإعمار سياسي فعلا راح تقدم المواطن العراقي؟ وبالتالي المواطن هذا المقياس اليوم، المواطن هيك يقيس لك هذا الحزب لديه برنامج سياسي. لكن خلينا نتفق، اليوم عندنا مشكلة بفرض القانون وعندنا مشكلة بالتدخلات الخارجية. اليوم انتوا تشوفون التدخلات الخارجية هي من تؤدي إلى فرض بعض الشخصيات على أرض الواقع كذلك. يعني اليوم مثلا عندنا قانون، قوانين اثنين يسموها تكميم الافواه بالخارج، لكن احنا عندنا اليوم تنظيم الاعلام، تنظيم السوشيال ميديا، يعني اذا اقرت داخل قبه البرلمان اليوم يعني العفو الدوليه قالبه الدنيا، انه بالعراق راح يقرون كذا قوانين وتكميم الافواه. شوف هذه التدخلات، مو يبقى الاستخدام، طريقة استخدام هذه القوانين، هم ما يسموها طريقة استخدام، هم يتم تنظم الأداء الاجتماعي، تنظم السوشيال ميديا موجودة. يعني هسه مثلا عندما طالب التيار الصدري بتشريع قانون يمنع أو يجرم الإساءة للرموز والمراجع الدينية، تم إدراج مجموعة من القوانين الأخرى مع هذا القانون، ومنها مثلا تجريم حرق المؤسسات وباقي التفاصيل، كلها جيدة ماكو مشكلة. وبالتالي كل القوانين المجموعة متظاهرة مندس قام بحرق مؤسسة، كل القوانين الخمسة اللي اقترحها ائتلاف دولة القانون، بالتالي هاي تصب لصالح المواطن العراقي وتنظيم المجتمع. اليوم احنا عندنا مشكلة صراحة، عندنا مشكلة بالمجتمع والمجتمع السياسي ايضا. هذه المشكلة شلون نحلها؟ يعني احنا من خلال التقرب مع المواطن، او من خلال هذه بس عبر شاشات التلفزيون نقعد ونسولف؟ وبالتالي المواطن بصراحة ما راح يباوع يعني خطابنا، لكن احنا تقربنا من المواطن عبر المجتمع، عبر المقاهي، عبر المدارس، عبر كل أماكن اللي موجودة المواطن العراقي يتواجد بها، علينا أن نوضح خطابنا، خطاب كل حركة يسموها حركات ناشئة، لكن لدى كل الحركات الناشئة مشروع حقيقي لبناء دولة مؤسسات. وطبعا لا ضير انه احنا اليوم متلفين ائتلاف دولة القانون. يعني في السابق انتم مع تشريح هذه القوانين اللي تحدثت عنها كتلة ائتلاف يعني دولة القانون؟ يعني بالطبع، يعني شوفك بعض القوانين الخمسة نعم تصب لصالح المواطن، لكن انا ما اقدر ابدي يعني بصراحة رأيي بكل القوانين الخمسة، لكن كلها تصب لصالح المواطن العراقي برأيي يعني الشخصي. لكن إذا ما فعلا كانت هناك اعتراضات على بعض القوانين، بالتالي شوفي هاي اللي نسميها احنا الاختلافات والخلافات بوجهات النظر، ربما هذه القوانين تصب لجهة معينة، قوانين أخرى لا ما تصب لبعض الجهات اللي تحاول التظاهر وتحاول أن تخلق فد أمور معينة. لذلك أنا أقول الالتزام بالمعايير السياسية هذا بالفعل سيؤدي إلى وحدة القرار. واليوم احنا اذا اتفقنا مع كل القوى هسه، سواء ناشئه، سواء عندها يعني وجود بالتنفيذي، السلطه التنفيذيه التشريعي، اليوم اذا كانت هناك تفاهمات عاليه المستوى سوف نستطيع ان نبني فعلا دوله مؤسسه. جيد.